الأثمنة ديال السوق النموذجي هي منخفضة شوية، ماشي بحال أحياء الثمن ديال الأحياء وداكشي، وخا زايد شوية الثمن على حساب راه كلشي زايد فيه الثمن، ولكن السوق النموذجي مخفض شوية. المهم الخضرة مرفقة شوية، والمهم هذا هو أصلا الديسير، الخضرة زايد فيها الثمن من زادت ديك الزيادة راه زايد الثمن وداكشي. وبالنسبة للسوق النموذجي كتلقى شوية، المهم شوية الرفق بعدها، و كاين الأثمنة مقادة وصعيبة، هادشي اللي كاين. السوق أسيدي راه زوين السوق، والخضرة تبارك الله موجودة رخيصة، العطرية موجودة، الدجاج موجود، الديسير موجود، الثمن مناسب، ماشي كاين الغلا، الثمن مناسب. عاد الناس خصو يجيو السوق خاوي، خصو يجيو الناس يتقداو، السلعة راه كاين، الحرافية كيجيبو السلعة كتبقى في يدهم، إنه خاوي السوق، خايفين الناس على سلعتهم. السلعة راه موجودة ورخيصة، لا الديسير لا الخضرة ولا العطرية ولا كل شيء، الربيع ولا كل شيء راه موجود، اللي بغى بنادم راه موجود، والثمن مناسب زعما ما كاين الغلا، ثمن مناسب. شحال نقول لك على حساب الأثمنة؟ الأثمنة مرتفعة من ثمن الجملة، من أكادير السلعة غالية شوية، وتتوصل بالترانسبور ديالها وداك الشيء تتزاد فيها شويه ديال الاثمنه والسلعه مرتفعه، ولكن كاين الجوده كاينه مزيان، فهمت؟ كاين التفاح 460، كاين العنب 360، كاين البطيخ 10 دراهم حتى 12 درهم، كاين الليمون 10 دراهم 11 درهم، كاين الدلاع من 4 دراهم حتى 7 دراهم، المهم وكاينه لابوكا 50 درهم، هادشي اللي عطى الله. والخضار راه كاينه مرتفعه اليوم كاع، ثمن الجمله تيقولوا 75، الجملة ديالها 75، يعني السقاط اللي بغى يسقط راه خاصو يسقطها بستة دراهم، ويا الله يا الله يجبد فلوسه ولا محال، يعني سلعة غالية والاستقبال قليل باش نكونوا واضحين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.